استقر حجاج بيت الله الحرام على صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محرمين على اختلاف نسكهم ومتمتعين وقارنين ومفردين. ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها على ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، ويتوجهون بعدها للوقوف بصعيد عرفات، ثم يبيتون بالمزدلفة ويقضون يوم النحر وأيام التشريق لرمي الجمرات الثلاث، وهي جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، إلا من تعجل. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.